ايوه معلش خدنا احمد عز على عشان عنده خالص تصوير فقلنا حبيبي. نلحق بس قبل ما يدخل في التصوير. فبنرجع ايوه مرة تانية. عندنا فيلم مع بعض قريب والله ان قول شاء لنا الله، ايه هو. لسه يعني لسه اسمه مش فاينل يعني، بس ان شاء الله في فيلم مفروض قريب يعني معه، مع استاذ طارق العريان برضه. ال ال انا ال عملت مع احمد اه ولاد رزق واحد واثنين والخليه قول لي المتحف الحضارة كنت مسؤول عنه، عن الإضاءة بتاعته؟ كنت مسؤول عن الإضاءة، اه بس الإخراج التلفزيوني كان هناك الأستاذ عمرو عزيز هو اللي عمله. ال يعني إحنا الجزء بتاع التحرير، الموكب في التحرير كله كتصوير وإخراجيا كنت أنا المسؤول عنه. إخراجيا بمعنى لأن الموضوع موضوع إخراجيا هناك كبير، يعني هو في حد مسؤول عن تنظيم الحركة، وفي حد مسؤول عن الرقصات، وفي حد يعني إحنا ناس كتير جدا. بس التسجيل التصوير اللي تم في ميدان التحرير انا اللي كنت مصوره، وحطينا طبعا كان في كاميرات جايب بتاخد لقطات للصحفيين، ولقطات انترتات برضه للعربيات وهي ماشيه كانت موجوده برضه. نعم. كم كاميرا استخدمناها لنقل هذا الحدث؟ كام؟ 50 60 70؟ استخدمنا قد ايه تقريبا؟ يعني هو الرقم المبهر في الاضاءه، الاضاءه مثلا يعني النهارده كنت بقول لهم كده طلعوا لي درد، كان حوالي مثلا اكتر من 4500 لمبه. 4500 لمبة. ايوه، ما بين هنا والحضارة. والحضارة وكمان حاجات بقى اللي اتطورت في مع الاستاذ احمد المرسي في المعابد بقى، وفي المتاحف، في المعابد اللي في الاقصر واسوان. الهرم الاقصر اسوان سقارة الحاجات دي. بالظبط. 4500. ايه تاني من الارقام المهمة كمان؟ الكاميرات كنا بنصور طبعا، الفكره كانت برضو في اللقطات المسجله ان الكواليتي بتاع الكاميرات بتاعت الوحدات بتبقى مختلفه شويه عن الكواليتي بتاعت الكاميرات اللي احنا بنصور بيها. يعني استاذ محمد السعدي كان عايز الموضوع يطلع بشكل سينمائي اكتر وتصويريا يبقى شكله مختلف، لان هو تكنيكال انت مهما كان لو هتاخده كله من اللايف عمرك ما هتقدر تدخل مصورين كتير في وسط الراقصين وفي وسط العربيات وهي ماشيه، صح، هتبوظ المنظر للناس اللي بتتفرج وللصحافه العالميه اللي واقفه وللصحفيين المصريين. عشان كده عملنا جزء كبير بقى منه مسجل نقدر نشوفه بشكل احسن، يعني زي ما حضرتك شفته. نعم. لقطه الاطفال انه لسه الاستاذ سعدي كان بيكلمنا عليها، انه سياده الرئيس طلب مع إضاءة ميدان التحرير الأطفال هم اللي بيدخلوا، اتجهزت بالزبط. إزاي ترتيب الأطفال؟ اللقطة دي بالذات عشان كانت من أهم اللقطات كمان بالنسبة لسعدي، كانت فكرته الحقيقة برضه الأوبننج، يعني أنا كانت فكرتي كإضائيا، بس هو كان عايز يعمل بداية حلوة كده لميدان التحرير بالطفلة كمان. الطفلة الصغيرة دي حضرتك مش فاهم يعني سعدي عملنا تصوير تاني بسببها مخصوص، عشان كان حابب شكلها جدا، وفعلا كان عنده حق لانها عملت حاجه فيري ايموشنال يعني ادت لحظه حلوه جدا قبل تنوير الميدان، كانت لذيذه جدا. نعم. وطبعا كنا بنقطع من هنا، كنا كان في لقطات هنا حضرتك هتشوفها دلوقتي، بنشوف الاوركسترا لايف في متحف الحضاره. في المتحف. دي كانت لايف برضه، كل اللقطات اللي بنقطع عليها هناك دي. دي كان اصعب حاجه، الاوركسترا بعيد، انتوا هنا وهم هناك. بالظبط. لا وكل ان انت تظبط الموضوع، يظبط بالتايمنج مظبوط من التحرير لحد حضاره الفسطاط متحف الحضاره، موضوع صعب جدا. نعم. يعني احنا التايمنج ده عملنا عليه بروفات حضرتك بقول لك 4 شهور عشان يبقى السينك مظبوط لما الاغنيه تخلص ويبقى العربيات وصلت تترس يطلع يشوفها. نعم. لا كان موضوع، وحضرتك كمل، كان في مثلا معانا مثلا 800 حصان مثلا واقفين، كان في جهات كتير مساعدانا الحقيقه من الدوله برضو، جيش والشرطه. جيش والشرطه طبعا كان معانا حاجات كتير جدا جدا الحقيقه، وساعدونا كتير جدا، والمسار الموتوسيكلات اللي كانت ماشيه قدام الموكب. كم موتوسيكل؟ كنا بنقعد النهارده بنتكلم 28 ولا 32 ولا كام؟ والله مش فاكر الحقيقه بالظبط كام واحد، بس كانوا كان في قدامهم ووراهم صحيح. فكل ده الموضوع كان كل الجهات الصراحه مساعدانا جدا 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 على اعلى مستوى يعني. نعم. حتى العربيات كان
ليها خط سير، اقصد انها يعني السرعه محدده. طبعا هي كانت محسوبه عشان السرعه لما تمشي ليها، طبعا لازم سرعه معينه عشان فيها 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 جواها المومياوات. فهي لازم تمشي للسيفتي وكده، ليها رولز يعني، احنا طبعا لازم نتبعها. احنا حسبنا السرعه دي هتوصل في قد ايه، وبناء عليها بقى المقارات بقى اتعملت في النص عشان تظبط المسافه. مشيتوها على كام؟ 10 كيلو اقل؟ 10 كام العربيات؟ اعتقد كانت 12 او 15 كيلو. 12 15 كيلو عشان توصل في التوقيت. عشان توصل في التوقيت وعشان الـ 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 الامان بتاع المومياء. نعم. يعني مجهزه من جوه طبعا للمومياء والسسبنشن بتاع، يعني هي الموضوع معمول حسابه في حاجات كتير بقى جوه، بس دي حاجات تكنيكال. مش بن يعني مش بنوضحينها يعني، بس طبعا كان سيفتي والامان بتاع المومياوات اهم حاجه. اعتمدتوا كتير على الدرون؟ طبعا كتير. انت عشان تشوف الستيل كل الستيل ده والمساحه دي والتطوير اللي حصل في الميدان، اكتر حاجه هتبين الموضوع ده الدرون. كم واحده استخدمناهم؟ اتنين درون، كان واحده بتصور في المنطقه بتاعت الشارع وواحده بتصور، كنا بنطلعهم كمان مع بعض، او ساعات اتنين دول. قدرت تنور الميدان ازاي كله كده؟ يعني المجمع التحرير مع العمارات اللي موجوده، مع المتحف المصري، مع الفنادق، مع الـ 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 الزرع اللي موجود في الميدان، كله في توقيت واحد، قدرت تعمل الحكايه دي ازاي؟ بالتنسيق مع المحافظه. كان معانا شباب من المحافظه المسؤولين بقى عن الاضاءه الموجوده في العمارات. كان كل بقى في كونكشن بقى لاسلكي مع كل الناس، يعني لاسلكي بيتحكم في كل النور من اول المتحف لغايه عمر مكرم او نعم، يعني كل المنطقه دي كانت اندر كنترول. حته واحده في نقطه كنا عاملين تاور في النص شايفين منه الميدان كله، وبنتحكم في كل الاضاءه اللي في الميدان منه. وده برضه من الحاجات اللي خدت برضه يعني برمجه الاضاءه بتاعت المسار كانت برضه خدت مننا تقريبا اسبوعين لاضاءة الميدان. برمجة بس مش ترتيب. الترتيب الحاجات خد وقت اكتر بكتير، بس البرمجة عشان مع سرعة العربيات والناس ينزل قدامهم والناس ماشية، لما يطلعوا على الميدان هيحصل كذا، ولا يعني بيبقى في سيناريو بنمشي عليه بقى في الديزاين بتاع النور مع المسلة مع الكباش اللي هي المتحف المفتوح اللي موجود في الميدان. بالزبط. كل ده في وقت واحد. بالظبط. استاذ مازن كله اولا مره ثانيه كل التحيه لحضرتك، كل التحيه لفريق العمل، كل الرجاله وكل الناس اللي اشتغلوا معاكم، الجهد الكبير اللي يعني احنا طبعا متشرف ان حضرتك موجود معانا النهارده عشان الناس تعرف قد ايه شغل تم. الموضوع مش لا حفل، لا قد ايه شغل. ناس كانت نايمه في الشارع، مش كده؟ ناس بتبات في الشارع عشان تطلع هذا الانجاز. ده حقيقي يعني. احنا اخر اسبوع او 10 ايام كنا فعلا بنبيت هناك. فعليا بيتين هناك عشان نطلع بالنجاح ده. الحمد لله. مبروك مره ثانيه مخرج الكبير استاذ مازن متجول، بشكرك شكرا جزيلا.